أخبار سارة بخصوص امتحانات يناير 2022 لطلاب رابعة وخامسة وستة ابتدائي وأولى وتانية وتالتة إعدادي وأولى وتانية ثانوي عام، قرارات رسمية لوزارة التربية والتعليم. أتمنى في البداية أنت تدوس لايك على الفيديو كتدعيم للقناة والمحتوى الهادف اللي احنا بنقدمه. أتمنى أن أنت تشارك الفيديو برضو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وعشان توصل الاستفادة لكل الناس، وشكرا لحضراتكم على تدعيمكم المستمر للقناة. أولى القرارات وهي تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس إميكرون وفيروس كورونا. طبعا ده الإجراء الأول اللي بتعمل من وزارة التربية والتعليم، هيكون هو قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب اللي داخلين الامتحانات وكمان لبس الكمام. الخطوة الثانية والقرار الثاني من وزارة التربية والتعليم وهو التباعد الاجتماعي خلال الامتحانات بتاعة امتحانات نص السنة، وده لكل الصفوف من رابعة لغاية تانية إعداد. عشان كده حصل فصل الامتحانات وتقسيم الامتحانات نصف السنة، بحيث يبقى فيه كل طالب قاعد على بنش لوحده، ديسك لوحده يعني قاعد عليها الطالب، بحيث يبقى فيه تباعد اجتماعي بين كل الطلاب. ده كانت الخطوة الثانية والقرار الثاني. أتمنى برضو أنت تقول لي رأيك في القرارات، هل دي كافية ولا لا. كمان القرار الثالث وهو أن كل الطلاب اللي هيجي امتحنوا لازم يكون معاهم الكمامة، لازم، ده شرط أساسي لدخول الامتحانات، شرط أساسي لدخول الامتحانات. أما بالنسبة للتطعيم فأرجعت وزارة التربية والتطعيم التربية والتعليم التطعيم للترم الثاني، يعني الطلاب دلوقتي اللي اتطعم التمام هتخش الامتحان، وبرضو اللي ما اتطعموش برضو هيخش الامتحانات، مفيش أي مشاكل من ناحية الموضوع ده خالص بالنسبة للتطعيم. القرار الأهم بقى وهو خاص بالامتحانات، قرار رابع الخاص بالامتحانات اللي هو إيه بقى؟ إن الامتحانات تكون في المستوى الطلاب كلهم، يعني مستوى الطالب المتوسط ده مستوى الامتحانات مش كده وبس، مراعاة عملية التصحيح في عملية الامتحانات، يعني مراعاة التصحيح للطلاب والوقوف بجانب الطلاب، ودي التصريحات اللي راحت لجميع المديريات على مستوى الجمهورية. طبعا قرارات هامة ومفيدة وصارة من وزارة التربية والتعليم ان نحاول نراعي الطلاب خاصة في ظل الظروف وفي ظل اللخبطة اللي حاصلة من قرارات من وزارة التعليم.